السلام عليكم. من يوم ما شريت الافلانش وضعي مزري مع موضوع الفلتر حق المكيف. خلال بحثي البسيط لاحظت انه اكثر سيارات جي ام التراكس اللي هي البيك اب والسيارات الكبيره التاهو الموديلات هذه من 2013 وتحت، لاحظت انه ما فيها فلتر مكيف من الوكاله، رغم انه في منطقه تحط فيها فلتر مكيف من الوكاله. راح اشرح لكم اليوم كيف طريقه التركيب والترهيم. ما واجهت اي سلبيه بعد تركيبي للفلتر، بالعكس راح تشوف المفاجاه. التراب كان موجود داخل الفتحات التهويه رغم اني انظف ترجع برضو متربة، فأنا خلاص طفشت وقلت لازم أشوف حل الموضوع، وفعلا طلع الحل بسيط. أخليكم مع المقطع. في البداية راح تحتاج تفك الكفر بحبة 7 ملي، مسمارين واحد على اليمين واحد في النص، وفك الكفر شده يطلع. بعدها هذه هي المنطقة اللي بتشتغل فيها، مستطيل كذا واضح جدا انه مكان فلتر من الوكالة، فراح تقصه كامل المستطيل هذا. وما عليك، في كت ممتاز راح يركب. كمل المقطع لا تخاف من اي شيء، وما راح يصير ولا تهريب هواء ومضمون 100%. مشرط ولازم ولاعة عشان يسخن البلاستيك هذا، او اذا عندك طريقة افضل صاروخ. اهم شيء بشويش وخذ راحتك عشان لا تقطع السلك بالغلط لانه المنطقة ضيقة. انا استخدمت المشرط والولاعة، اخذ مني الموضوع يمكن 20 دقيقة الى نص ساعة، يعني على الرايق. قص مستطيل، انا هنا اشتغلت على السريع، لكن بتشوف نهاية المقطع اني ضبطتها وخليته مستطيل بالملي عشان يخش الفلتر. شوفوا يا جماعة كمية التراب الان بفكه عشان تعرفوا انه مخزن للوسخ بشغل الوكالة حقهم. شوفوا عارف الشغل لك عليه، بس عاد دحين اضبطه اكثر. بس مبدئيا فكان الفتحة. شوفوا والله شوف الثلاجة يا الله. شوف كمية الوسخ اللي جوا. انا بحاول ادخل الكاميرا، حتى كفاءة التبريد تقل لو في طبقة تراب بين الحديد الالومنيوم وبين الهواء لما يمر. حرام والله. شوف اوف 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 الله. اوه ايش ذا، بيطلع معاه عنكبوت هنا. بسم الله، ونحدد هذا اكثر انها تكون مستطيل وعشان الفلتر يركب بطريقة صحيحة. شوف مرة هذا يوقف، فحطين مكان للفلتر بس ما بيحطوا الوكالة. ماني فاهم، هذه منطقة تثبت فيها المسمار، شغل وكالة يعني، فاهم؟ انت تحط الفلتر بالطريقة هذا الحين بوريكم، بس لما تنتهي تقفله. هذا خرم المسمار وهذه النهاية تقفل كذا بطقة. شوف هناك في الأخير في طقة تدخل ذا، شوف مسمار، وفي سفنج هنا عشان يمنع حدوث ليك، يعني الهواء يدخل بارد هنا. أو ليش الوكالة ما يحطوا؟ ما أدري. قبل لا نحطه راح ننظف الثلاجة الآن، بس حاول قدر الإمكان شغل السيارة، شغل التكييف، نزلوا أقل شيء، طفي حق الباسنجر، خليه ابرد شيء. الان التكييف راح تلقاه غريب لانه مفتوح الفتحه فضعيف، الهواء قاعد يخرج من هنا، ما راح قاعد تدف على الثلاجه، بس هذه فتحه صح؟ لما تحط الفلتر لما تقفل كل شيء راح تكون الامور طيبه. نرش فيجي على الثلاجه، لاحظوا كيف؟ الان برشه جوا بهذه الطريقه، برشه على الثلاجه بايم. انا عارف انه ما في فلاش معلش، ومنطقه ضيقه ما اقدر اوريكم ايش يصير. شوف انه في نوع من الوسخ يطلع لون، شوفوا على يدي بني، هذا هو التراب اللي قاعد يطلع. فكويس الرغوة هذه غير مضرة، هي حقت مكيف، فمصيرها تذوب وتنزل مع التكييف مع المويه اللي تحت. هذا اللي موجود، فنحاول نقفل. الان بركب هذه مؤقتا عشان تقفل، تحجز الهواء مع مسمار اللي جمعها، فهذا احلى ما في الكت. بعد ما قفلت الفتحة الآن برش من برا، طبعا بدون فلتر، الفلتر لسه ما شبكته عشان لا يحجز، بس أبى أخلي الهواء يسرع عشان هذا قاعد يسوي ليك، ما أقدر زي ما شفتم، فيدخل الهواء على الثلاجة زي الناس هنا الثلاجة، فراح أخليه على أقوى شيء وأخليه خارجي زي ما أنتم شايفين. ما شاء الله شايف إن الهواء ما يهرب دحين، كل شيء مقفل. الآن أطلع من برا الفتحات هذه بالعلبة الثانية، أنا شريت علبتين.
شوفوا شوفوا العفنة اللي تجمع لأنه فصلت من برا فدخلت على الثلاجة فأكيد نزلت على ذا. الحين نظفت الثلاجة في طين شوفوا قاعد يتجمع تحت. الحين بشيله بصباعي شوفوا. بهذه الطريقة أنت تنظف الثلاجة بأسرع حل. ودوبي غسلت هذا ونظفته. طريقة شبك الفلتر بسيطة. هذا هو شوفوا كيف انطعج. هم بالعالم خلينه كذا عشان تدخله بهذه الطريقة. تمشي على الحدود يا جماعة، لازم تمشي على الطرف هذاك المحدد من الوكالة البلاستيك عشان يدخل الفلتر زي الناس. أنا ما قصدت زي الناس لكن الحين حددته أكثر. هذه طريقة شبك الفلتر. بسم الله. كذا للأخير دخل الشف الأخير للأخير عشان تمسك. إذا ما عندك مكان إنك تدخل لثلاجة المكيف زي الأفلانش، أسهل وأسرع طريقة إذا عندك سيارة تنظف ثلاجتها هي عن طريق فتحات التهوية هذه. بعد ما شغلت المكيف فترة خليت الثلاجة رطبة يعني من جوا، طفيه ودخل المنتج ورش جوا للأخير عشان على الأقل يعني توصل الرغوة للثلاجة وتنظفها من ذيك المنطقة. زي ما أنت شايفين سويتها في اللومينا، لكن أنا ما راح ألاحظ النتيجة زي الأفلانش لأنه الأفلانش وسخ وتراب كثير كان فيه مجمع لأنه ما في فلتر من الوكالة، هذه المشكلة. لكن اللومينا فيها فلتر وكانت نظيفة ترى، فتحات التهوية دائما نظيفة فيها بسبب وجود فلتر مكيف. فغالبا إذا سيارتك فيها فلتر مكيف زي هنا اللومينا أمورك طيبة، ما يحتاج تنظف أصلا، الثلاجة تلقاها نظيفة نوعا ما. لكن سيارة وسخة زي الأفلانش ما فيها فلتر من الوكالة غالبا بتحتاج تنظف بعدين تحط لها طريقة زي ما شفتم عشان يمنع حدوث الموضوع مرة ثانية. ولما تجمع الغبار مع الرطوبة اللي حاصلة في الثلاجة الباردة راح يتجمع الطين اللي شفتوه، والتكتلات هذه بتضاعف من كفاءة التبريد على المدى الطويل. فوجود فلتر مكيف جدا مهم. انا ما ادري ايش جو الوكالة لما خلوها بدون فلتر مكيف، ما ضعف معايا الهواء، مروحة المكيف امورها طيبة، ما ركبت فلتر سميك عشان يضعف الهواء. هذه اهم نقطة، يعني انك ما تركب فلتر يكون طبقته قاسية او فيه فلسفة من شركات افتر ماركت، لا خذ اللي الناس مجربين وحق الوكالة دائما ممتاز وخفيف يكون زي هذا اللي استخدمناه على الأفلانش. راح تلقوا رابط الفلتر تحت في حال احد عنده من سيارات جي ام التراكس هذه، سواء تاهو أفلانش سوبربان سيارة، كل السيارات هذه اتوقع والله اعلم ما فيها فلتر مكيف، رغم انهم حاطين البلاستيك اللي تقدر تحط فيه فلتر مكيف. فما ادري والله، يمكن المواصفات اللي جاتنا او في شيء غلط في الموضوع. اللي فاهم يقول لي ليش حاطين بلاستيك تقدر تحط فيه فلتر مكيف جاهز من المصنع. بس هذا كل شيء عن طريق تركيب الفلتر. يعطيكم العافية، شكرا لكم، السلام عليكم.